لسه ويست بام بيتش. صدق جيت، هاي الرحلة كلها بس على مود اشوف مار لاغو، هذا البناء اللي على اليسار هو مار لاغو، بيت ترامب. هذا هو بيت ترامب. والله صرنا ساعة ونص بس على مود نشوف، ما عندنا أي شغلة بهالمنطقة، بس تسوى. I'm gonna take A1A ride. I'll do north and then we'll go back south. Okay, that's so this is all Mar-a-Lago here. All of it. That's all Mar-a-Lago. That's Mar Lago. You can use my phone if you want. No, it's fine. منطقة لطيفة. خوش منطقة اللي قال للعيش. West Palm Beach. Actually, I think this is just Palm Beach. This is Palm Beach. Yeah, I think it's هذا من هنا الأوشن. شوف حبيبي هذا المحيط الأطلسي. وهذا هو الحي السكني الذي يعيش فيه ترامب. طبعا هاي تعتبر أغلى منطقة بالولايات المتحدة كلها، ما تلقى شيء أقل من شقد 10 مليون something like this 4 مليون، يعني فد رقم خيال. منطقة لطيفة جدا، أقل ما يمكن أن يقال عنها. شارع جميل. المنظر أجمل. يلا شفناها للمنطقة، شفنا هاي البيوت الحلوة والقصور. في يوم تجي البالم بيتش او فلوريدا، هاي المنطقة فعلا تستحق الزيارة. يلا من عجبتكم ولو قصيرة، بس نشوفكم بمغامرة اخرى.